السلام عليكم، مغالطه وانت كمان. ايه مغالطه وانت كمان؟ ان انت تحصل اللي قدامك وتزنوه فيروح لك ايه؟ طب ما انت كمان. لا، الصح ان انت تثبت ان الكلام ده غلط وان انت ما عندكش التهمه دي وان انت بريء، وبعد كده تروح مهاجم اللي قدامك، كده محدش هيقدر يلوم عليك. انما ان انا اقول كلنا لصوص، ده لو حد فاكر فيلم احمد زكي اللي هو ضد الحكومه في اخره كده، راح قال لك ايه؟ كلنا لصوص ولا اساسنا احدا، لما الراجل قال له انت عندك قضايا والحاجات دي كلها. شفت انا فيديو لاحد اعضاء مجلس الشعب كان بيناقش قضيه من قضايا الفساد، فرئيس مجلس الشعب اللي المفروض بيمثل الشعب مش بيمثل على الشعب، راح قال لك ايه؟ طب ما انت كمان عليك قضيه اثار في الجيزه، وانت لو انت تعرف ان عنده قضيه اثار ما تستناش لما هو يتكلم وارفع عنه الحصانه وخليه، ده انت مفروض بتدافع عن حق الشعب وتجيب حق الشعب. برضو رئيس عربي كان اتحصر في لقاء تلفزيوني، الراجل بيقول له انتوا عمالين تاخدوا فلوس ومش قادرين تقضوا على الفساد في بلدكم، قال له طب ما انتوا كمان في امريكا يعني بتصرفوا فلوس كتيره ومش قادرين تقضوا على الفساد في باكستان وافغانستان. طب فين المغالطه المنطقيه؟ ان هو ما اثبتش ان هو ناجح وبعد كده يثبت ان التانيين فاشلين، انما كده هو بيقول احنا فاشلين وانتوا فاشلين. طيب تاني نقطة، الصحفي صحفي وليس وزير دفاع وليس وزير هجوم وليس ابو التريكة بيلعب في خط النص، يعني ملهوش علاقة بالموضوع دوت، تمام؟ فالكلام ده تقوله لوزير الدفاع، ما تقولوش لصحفي، لان صحفي يقول لك طب انا مالي، ده انتوا غلطانين وانتوا فاشلين وهما فاشلين. النقطة التالتة، نفس فكرة الدولة العربية هي نفس فكرة باكستان هي نفس فكرة افغانستان، الا وهي البارة اللي بتدي خليها البش البار، خليها نقول الفرخة اللي بتبيب الذهب، الفرخة اللي بتبيب الذهب، فهو لو ماتت تمام مش هيجيله ذهب، ما هو بياخد فلوس عشان يقاوم الارهاب، طب ما فيش ارهاب مش هياخد فلوس. فكان ممكن افغانستان وباكستان يقضوا على الارهاب من اول يوم لو هم عايزين، بس هم يقول لك ما نخليها موجودة. وده اللي حصل يوم وفاة ابن لادن، اليوم اللي قتلوه فيه ما كانش فيه تنسيق مع باكستان، هو قال لك احنا قعدنا سنين ننسق معهم وهم يسربوا المعلومة، فهو يختفي من المكان ده في نفس اليوم، يوم ما ادوش المعلومة لباكستان قدروا ان هم يقضوا عليها. هي فكرة البارة او البارة الفرخة اللي بتبيع الذهب، تمام؟ هي نفس الفكرة. فانت لازم تثبت ان انت صح، يعني ممكن نكون في مناظرة مثلا ونتكلم على الغلطات بين الكتب اللي بنؤمن بيها، فاقول له عندك غلطه مثلا املائيه، فيقول لي ما انت عندك الغلطه دي، يا عم اثبت ان انت ما عندكش غلطه، وبعد كده تعالى لي في ملعبي، تعالى لي في ملعبي، لان اللغه العربيه او النحو اتعمل من القران، فمش هتقدر تثبت اي غلطه، بس ما تقوليش لا، اثبت الاول ان انت ما عندكش غلطات وبعد كده تعالى لي في ملعبي وتحت امرك ونتكلم فيها. ما فيش حاجه اسمها وانت كمان، مش معناها خلاص يبقى احنا الاثنين احنا كمان ونتجه للالحاد، لا، اسمها ان انت دافع عن وجهة نظرك واثبت ان انت صح واثبت ان دولتك قوية، وبعد كده اثبت ان اللي قدامك هو اللي ضعيف.